كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة، صلى صلاة أن لا تمطر. أحبائنا في كل مكان، صباح النعمة أو مساء النعمة على حسب الوقت اللي أنت أو أنت بتشوفينا فيه. أهلا وسهلا بكم النهاردة مع لقاء متجدد من برنامج وصلى صلاة. زي ما حضراتكم عارفين وأنا بكرر كل مرة أنه فكرة البرنامج ده ببساطة أنك تصدق أنه صلاتك مؤثرة. من كم يوم كتب لي واحد على الفيسبوك قال لي أسيس ليه اخترت الآية دي، في آيات كثيرة قوي حلوة عن الصلاة بتتكلم عن الاستجابات. فكنت بقول له ان الفكرة ببساطة انه إيليا كان انسانا تحت الآلام لكنه صلى صلاة. انا الكلمة اللي هزاني وخلتني ابتدي المشروع ده او البرامج دي انك صلى صلاة، تقدر تصلي صلاة قد تبان صغيرة، قد تبان بسيطة، قد تبان طلع من قلب تعبان، لكن الصلاة دي ممكن تغير حتى الطبيعة وحتى الجغرافيا وحتى الطبيعي يبقى مش طبيعي. لو انت مصدق اللي انت بتقوله، لو انت مصدقة اللي انت بتقوليه، وده جه الزمن اللي احنا فيه نصدق ان صلواتنا ليها تأثير، ليها تأثير. النهاردة لقاء هيبقى مميز جدا 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 جدا، يعني افضلوا حطوا جدا زي ما انتوا عايزين، لان النهاردة 31 اكتوبر تاريخ فاصل في امريكا بالذات، لان النهاردة بتحتفل امريكا بالهالوين، واحنا بنصدق ان الاجواء الروحية كلها بتبقى ملغمة بافكار شيطانية وأرواح شيطانية، وبتترمي على الولاد وبتترمي على البيوت وبتترمي على العالم كله وطلع من هنا. وكمان احنا 3 ايام اوي من الانتخابات الأمريكية اللي مش بتأثر بس في أمريكا لكن بتؤثر في العالم، في العالم كله. احنا النهاردة محتاجين اكتر من اي وقت مضى إن إحنا نصلي صلاة ونتحد كمؤمنين وكجسد المسيح وكناس ربنا إداهم سلطان إن اللي يتربطوه على الأرض يتربط واللي يحلوه على الأرض يتحل. إن إحنا نستخدم هذا السلاح اللي في إيدينا، سلاح الصلاة، علشان نغير ونفتح الأجواء الروحية فوق كاليفورنيا وفوق أمريكا وبالتالي فوق العالم كله، ونتحد إنه ما يبقاش فيه أي خداع من إبليس على أذهان أولادنا وأحفادنا والأجيال الجديدة. أنا بفتكر أول مرة جيت أمريكا سنة 88، وكانت رانا بنتنا عندها سنة ونص، وفرحانين قوي رايحين المول. بالنسبة لنا المول ده كان حاجة، يعني لو أنت جيت 88 مش زي ما في مصر دلوقتي مليانة مولات أو العالم العربي مليان، لكن إحنا بالنسبة لنا المول ده كان يعني إيه ده الواحد عمره ما شاف مكان بهذا الاتساع والمحلات دي كلها. لكن عمري ما هنسى انه كان في الهالوين والاذاعه بتاعت المول ابتدت تقول يا جماعه، يعني بتقول في بنت صغيره عندها 4 سنين اتخطفت. وكنت اول مره اتواجه وجها لوجه مع فكره انه في ناس بتخطف اطفال عشان تقدمها
ذبائح. البنت داخله بشعر طويل وبفستان، خدوها في الحمام قطعوا يعني قصوا لها شعرها، غيروا لها الهدوم، فمحدش عارف شافهم وهم خارجين، افتكر يعني محدش، لان الاوصاف اللي كانت مبعوثه عن البنت تختلف عن الاوصاف اللي خرجوا بيها. المهم انهم عرفوا بعد كده يوصلوا، لكن وانا يعني اسيب الفرصه للدكتور رجائي، ومعانا طبعا الدكتور ايمن ارحب بيهم حالا، لكن كميه الاطفال اللي تقدمت ذبائح في الهالوين، زائد كميه الاطفال اللي حصل فيها اجهاض على اخر ما سمعت الاسبوع اللي فات، ووصلنا ل 61 مليون طفل، 61 مليون حياة اتقتلت إما قدمت ذبيحة دايركت لإبليس، أو حصل الابورشن أو الإجهاض علشان الأم ترضى، أو عشان الأب دي كانت نزوة أو كانت غلطة. النهاردة لقاء مهم قوي، مهم جدا. أنا بس بدعوك إن أنت تعمل شير لو أنت بتتفرج علينا على الفيسبوك، ولو عندك طلبة صلاة اكتبها، لكن لو أنت بتتفرج علينا على الكارما أو الكرازة ادعي اصحابك وهات العيله كلها واقعد، لان النهارده الدكتور رجائي والدكتور ايمن في لقاء مميز جدا، وانا مبسوط قوي ان احنا معانا النهارده الدكتور ايمن. انا بقالي شهر ونص بنحاول ناخد الميعاد ده، وفي الاخر هو لما مش عارف زهق مني ولا ايه قال لي بص يوم 31، فقلت له طيب، وتيجي بركه انه في يوم 31 ده يبقى يوم فاصل، وهو بقاله اسبوعين عمال ينزل فيديوهات عن الهالوين وعن الحرب ده. يعني توقيت الله عجيب ان يبقى الدكتور ايمن معانا النهارده بالذات في اللقاء ده، وهنتكلم عن ازاي نقف ضد الارواح الشريره، وازاي تحمي بيتك وتحمي نفسك وتحمي كنيستك وتحمي مجتمعك من الارواح دي. والجزء الثاني في لقائنا مع الدكتور ايمن هيكون عن انتخابات امريكا، وازاي الكنيسه من حقها تشرع، والكنيسه من حقها تقف بسلطان. معانا كمان النهارده اخويا الغالي بشوي، وبشوي مش بس ابن الكنيسه، يعني بشوي خادم وكلنا بنحبه. بشوي كمان اجتاز تجربه كورونا، فانا هسيبه وهو بيقودنا في الترنيم يقول كده. خلونا نبتدي بالصلاه، وبعد كده هنروح لبشوي في التسبيح. يا رب بنشكرك من أجل لقاء جديد بتتأكد لنا فيه يا رب إن احنا نمتلك أعظم سلطان، لأنه مصحوب بأعظم اسم، باسم يسوع. الاسم يا رب اللي حرر، اللي بيحرر، الاسم اللي بيشفي، الاسم اللي بيطهر، الاسم اللي بيخلص. بشكرك يا رب لأنه لما بطرس وقف قدام مرض غير عادي قال له باسم يسوع قم وامشي، فقام في الحال. باسم يسوع، باسم يسوع الميت بيقوم، باسم يسوع المريض بيشفى، باسم يسوع المقيد بيحرر، باسم يسوع الوباء بيقف. يا رب النهاردة جايين بنشكرك لأنك اديت للكنيسة أعظم سلطان وأعظم اسم الكنيسة ممكن تستخدمه، وإحنا كمؤمنين ممكن نستخدمه. بشكرك من أجل لقاء جديد يا رب فاصل النهاردة في حياتنا. يا رب كلنا شاعرين قد إيه يا رب إبليس وحربه، حربه على المؤمنين، حربه على العائلات، حربه على الكنائس، حربه على الخدمة. يا رب اللي بيحصل في أمريكا غير عادي يا رب، غير عادي، إنه ما عندهمش مانع الناس تطلع مظاهرات وتمشي بالملايين، لكن عندهم مشكلة إن الناس تدخل الكنيسة تصلي. يا رب المعايير بقت مقلوبة يا رب، ما بقناش عارفين، لكن بنثق يا رب في النهاية إن اسمك هيتمجد، وانه يا رب انه في شمس خلف الغيمه، وانه وادي ظل الموت يا رب بيقود يا رب لحياه ونصره. بركه يا رب للدكتور ايمن، للدكتور رجائي، لاخويا بشوي. بركه يا رب لكل واحد النهارده وواحده داخلين يستمعوا ويصلوا معانا. يا رب بنصلي من اجل صلاه تحرير يا رب لكل شخص بيتفرج علينا النهارده، حاسس بقيد في حياته، حاسس بضغوط في حياته النهارده. يا رب بننتهر كل روح بتترمي على شعبك وعلى كنيستك وعلى خدامك وعلى العائلات يا رب النهارده تسقط في اسم يسوع. يا رب النهارده كلم نفوسنا، شجعنا يا رب، ادينا النهارده ان احنا نصدق انك بتسمع صلاتنا، وان صلاتنا يا رب بتبقى مؤثره، وليك يا رب كل اكرام ومجد. امين امين امين. نشكر ربنا. خلونا نروح لاخونا بشوي عشان نقدر نستمتع مع بعض بكل الحاجات اللي ربنا عايز يكلمنا فيها النهارده. أمين أمين، أهلا بيكم في محضر الرب. تعالوا كده نسبح الرب ونديله كل المجد والإكرام والسجود. تعال نعلن حضور يسوع في حياة كل واحد فينا، في بيت
كل واحد فينا. تعالوا كده مع بعض كجسد المسيح في جميع أنحاء العالم نيجي عند يسوع ونقول يا رب احنا بندي لك الوقت ده بين ايديك يا رب، انك انت يا رب تستحق كل المجد والاكرام والسجود. امين. نحن نعلن حضور يسوع، نعلن حضور يسوع، هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن حضور يسوع، نعلن حضور يسوع، هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن شفاء، أيوة اعلن شفاء يسوع على حياتك، على بيتك، على أولادك، على أفكارك، اعلن شفاء يسوع. يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن شفاء يسوع، نعلن شفاء يسوع، هو أمس واليوم وإلى الأبد. اعلن سلطان، نحن نعلن سلطان، سلطان يسوع على الانتخابات، سلطان يسوع على الأمراض، على الأوبئة، سلطان يسوع على الهالوين. سلطانك يا يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن سلطان، اعلن تحرير يسوع، نعلن سلطان يسوع، هو أمس واليوم ما بيتغيرش وإلى الأبد. مستحق أن تأخذ المجد، القدرة والكرامة، قد ذبحت واشتريتنا. نشكرك يا سيد، فديتنا بدمك، نحبك فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم وسيادة. أنت قائم يا سيد، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء. مستحيل أن تأخذ المجد، القدرة والكرامة، قد ذبحت واشتريتنا، فديتنا بدمك، نحبك كل البركة والكرامة دي ليسوع المسيح الحامل المذبوح. كل البركة والكرامة دي ليسوع المسيح الحامل المذبوح، الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنا لله، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين.
أعطي مجد وعز لإلهك. مجدا وعزا، مجدا وعزا وكرامة للحمل المسكون. مجدا وعزا، مجدا وعزا وكرامة للحمل المسكون الذي أحبني. كلم على نفسك. وقد غسلني وجعلني ملكا وكاهنا لله، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين. إلهي ملكي، له السلطان، له المجد، له الكرامة، له السجود. أشهد إنه إله حي، أشهد إنه هو لسه بيصنع معجزات، أشهد إنه إله يستحق كل المجد والتسبيح. أنا ومراتي اسمها أنا برضو we went through وقت كان صعب شوية في أول أكتوبر، إن إحنا عرفنا إن إحنا عندنا الكوفيد، بس إحنا قررنا إن نعيش حياتنا إيجابيين. قررنا ان اوكي احنا عندنا كوفيد، بس الهنا اقوى من اي مرض، اقوى من اي وباء. وهو يعني في الوقت ده أو علاقتنا مع بعض كاسره، كانا ومراتي انا، خلانا مع بعض نقعد قعدات اكتر في محضره، رغم الشعور بالالم، رغم الشعور ان في وقت مش عارفين ناخد نفسنا، لكننا واثقين ان الهنا حي وهو يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه اي امر. اللي خلانا نوصل للليفل ده ان احنا ما استسلمناش للكوفيد، ما قلناش ان احنا ما اعلناش سلبيات على حياتنا، ما قلناش ان احنا يا رب ده ممكن احنا نموت، يا رب ده كان ممكن احنا affect other people، ناس تانية تاخد الكوفيد مننا، لكن احنا وقعنا كوارنتين وقعدنا في البيت هنا واعلنا سلطان الرب على البيت، اعلنا دم الرب وبركة الرب على حياتنا، اعلنا ايجابيات على حياتنا، فكان الاتموسفير اللي حوالينا ايجابي. واشجع كل شخص مر بالظروف دي ما يستسلمش، وما يكونش الشخص حاسس نفسه انه هو دي النهايه، لا، دي ممكن تكون بدايه حاجات في حياتك، دي ممكن تكون بدايه رب يكون بيستخدمك وتعلن الشفاء، ورب يدي لك قوه شفاء وتحرير ليك، وتصلي من اجل ناس عندهم امراض او اوبئه، ورب يعلن بسلطان الرب اللي فيك وفيكي، نقدر ان احنا نكون في محضر الرب، في سيادة الرب، في مكانة الرب في حياتنا، ونشوف آيات وعجائب باسم الرب يسوع. امين. تعالوا كده نصلي مع بعض، وتعالوا نقول للرب انت اله عظيم، انت اله مجيد. تعالوا كده مع الرب نقول يا رب تعالى مع بعض ونصلي ونسبح. الهنا عظيم، الهنا امين، وحافظ عهده سنين وسنين. إلهنا ما بيتغيرش، إلهنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. يا إلهنا الصالح، شكرا لي مهما بنشكر مش هنوافي، دي مرحبك دي الوراجي، وأمنتك ثابتة وما بتسوق، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، ينجي عبيده حسب وعده من سيف جوليات وكب أسود ومن أي وباء، ده علشان إلهنا صالح. شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوافي، إما رحمك الوراجي، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل، يا رب مالكش مثيل. أمين.
امين امين امين. الحمد لله على سلامتك يا بشوي، انت وانا، وبنشكر ربنا انه بيسمع الصلاه وبيتمجد. كون ان احنا في ايد ربنا ده مش معناه ان العدو مش هيأتاك اس او مش هيهاجمنا او مش هنمر باللي بيمر بيه العالم، لان العالم كله وضع في الشرير، لكن انا بصدق ان في حمايه دم يسوع بتغطينا وبتغطي اولاده. خلونا نروح للدكتور رجائي. مبسوطين يا دكتور انك معانا النهارده، وتقدر تشاركنا على اللي بيحصل سريعا في كاليفورنيا واللي ربنا حطه على قلبك عشان تصلي من أجله. يا أمين، أهلا بيكو تاني. وأنا مش عايز أتكلم عن الوباء كتير، لأن مش عايز أفخمه وأضخمه وأخوفكو أو أخوف نفسي. عايزين نتكلم على مراحم ربنا وقوة ربنا لتحرير وابتلاع الوباء ده. الوباء بيزيد شوية، الحالات ضعيفة لكن العدد بيزيد، لكن ده مش بيخوفنا، وبيأكد إن الرب هيتدخل وهيبتلع وهيطرد الوباء ده من أرضنا في اسم المسيح. نتنبأ ونشرع إن الوباء ده يبتلع في لحظات ويختفي فجأة في اسم الرب يسوع. النهاردة عايز أكلمكم على حاجة مهمة، أحكي لكم قصة صغيرة. في عيانة عندي بتيجي العيادة بقالها 4 أسابيع، بتيجي كل يوم 4. الست عندها حوالي مثلا 67 70 سنة، عملت عملية في رجلها ووجع بقى على طول، وراحت لجراح تاني وعملوا MRI وأشعاعات، مفيش حاجة ومتألمة. ف يعني صلينا معاها أول مرة وتاني مرة ولسه برضو موجوعة مفيش فايدة. تالت مرة قلنا لها بصي بقى، يعني المرة دي هنصلي ومش هيحصل وجع تاني، تتحرري. حصل حاجة غريبة قوي وإحنا بنصلي معاها، انه ابتدت تقول، انه ابتدت تفتكر انه وهي صغيره she was abused، يعني حد abused her وهي صغيره. مش بس كده، ولما كبرت واتجوزت جوزها ضربها، فظهرها لسه بيوجعها لغايه دلوقتي، وهي بتشتكي عليهم ومش قادره تغفر للناس دي لغايه دلوقتي. لكن في اثناء الصلاه ابتدت تغفر، وابتدت تغفر للشخص اللي كان بيعتدي عليها وهي صغيرة، وجوزها اللي اعتدى عليها وهي كبيرة، وابتدى الرب يفك كده، وحصل تحرير ليها وفك كده، وابتدت تنفعل وتحس بحضور ربنا بشكل غير عادي، وتقول أنا الرب فكني، أنا في حاجة اتفكت وخرجت مني في الوقت ده. أنا بقول لكم الكلام دوت لأنه إبليس للأسف حط strong hold على العالم كله وعلى الناس بعدم الغفران وبالأفكار الغريبة اللي احنا عايشين فيها. في العهد القديم شخص جميل جدا، يعني من أبطال الإيمان يعني في رأيي، كالب، لما راحوا يتجسسوا الأرض ورجعوا، وكان كالب من الناس القليلة اللي قالوا نقدر نمتلكها ونقدر ناخدها. لكن كان في بلد تانية بعد 40 سنة جه كالب وطلب من موسى، قال له أنا عايز مدينة أرباح. والمدينة دي كانت فيها 3 من العمالقة العظماء جدا، كانت مدينة عالية جدا فيها قوات شر غير عادية، لكن كالب كان عايز ياخد المدينة دي ويفكها من قبضة العدو وقبضة إبليس وقوات الشر اللي هي موجودة فيها. فموسى أذن له إنه يعمل كده، وكانت النتيجة إنه مدينة أرباح دي تحولت إلى مدينة حبرون. حبرون معناها عهد الصداقة بيننا وبين الله، عهد بركة ومدينة بركة. مش بس كده، مدينة حبرون تحولت إلى واحدة من 6 مدن تقدر تروح تلجأ ليها لما مثلا تقتل حد غلط، لما تعمل جريمة وما تقدرش تعيش في البلد اللي انت فيها، لكن تقدر تخرج من المدينة دي وتروح مدينة حبرون، فيبقى ليك ملجأ، وفي الحالة دي محدش يقدر يقرب لك. شوف قد ايه البركة اللي حصلت، انه مدينة مليانة عمالقة، والعمالقة دول موجودين لغاية دلوقتي في أماكن كتيرة، ماسكين ومتحكمين في العالم بقالنا أكتر من 70 سنة بأفكار وكذب وخداع وبعد عن كلمة ربنا
حتى من المؤمنين وحتى من الناس اللي بتروح الكنائس. فالنهاردة أنا بشجع كل واحد فيكم إنه يبقى كالب. كالب وقف وقال أنا عايز أحرر المدينة ديت، أنا عايز أحولها لملجأ يجوا فيه الخطاة، يجوا فيه اللي عملوا خطية ومحكوم عليهم بالموت، إنه تغفر خطاياهم وتصفح ذنوبهم في هذا المكان. النهاردة أنا بشجع إنه كل واحد فينا من اللي بيتفرجوا فينا ومن اللي موجودين معانا في أمريكا وفي كل العالم، إنه يقف وقفة كالب، يقف أمام الرب يقول له يا رب أنا عايز أحرر بلدي ومكاني وكنيستي من كل قوى الشر اللي مسكتها، سترونج هولدز اللي ماسكة فيها ومش عايزة تطلع، من كل عدم غفران ومن كل أفكار بعيدة عن أفكار الكتاب، من كل اللي أبطلوا قوة كلمة الله. الرب قال كده إنه ما فيش كلمة بتطلع منه ملهاش قوة. كلمات الله هي كلمات التي تستطيع أن تصنع المحال. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. النهاردة بشجعك إنك تقف وإنك تحرر كل مكان إبليس أخده وسيطر عليه، إنه يؤخذ ويكون مدينة لملجأ للخطاة، ومدينة للسلام، ومدينة للعهد، ومدينة صداقة وعلاقة حقيقية مع الرب. أنا عايز أصلي معاك النهاردة، هنشرع ونقرر أن الرب يقيم جنود زي كالب في كل مكان، في كل حتة، في كل كنيسة. النهاردة نهدم حصون إبليس اللي بناها. النهاردة نهدم كل أفكار الشر وكل أفكار التوليرانس للخطية والأعمال الشيطانية والويتش كرافت والأسحار والشعوذة وأفكار إبليس اللي عمت عيون غير المؤمنين. الرب يسوع قال عن إبليس إنه إله هذا الدهر، كان الرب قال عليه إنه إله هذا الدهر، فيبقى ليه قوة وليه سلطان، ومش هيقدر على المؤمنين لأن الرب أخذ القوة والسلطان دي وأعطاها للمؤمنين. هو بيحكم بقرارات وبحاجات المؤمنين يقدروا يغيروها بالصلاة وبمساعدة الرب الإله في السماء. يا رب يسوع أنا بشكرك، بصلي يا رب أنك تقيم يا رب كالب في كل مكان وفي كل كنيسة وفي كل يا رب جزء من أجزاء العالم، إن كل مدينة يا رب عالية سكنها حصون الشر تسقط يا رب، هذه المدينة تسقط يا رب، العمالقة المسيطرين يسقطوا يا رب، يهربوا من أمامك، تفك يا رب قيود وتفك حصون وتهدم حصون يا رب في اسم الرب يسوع. اليوم يا رب نصلي من أجل يا رب كل نفس منحنية يا رب ربطها الشيطان يا رب السنين طويلة بعدم الغفران أو بالخطية أو بالنجاسة أو بالطمع أو بالزيف أو بالكبرياء أو بالشر، تتفك الآن في اسم الرب يسوع بقوة سلطان الروح القدس. حرية يا رب لكل يا رب شعبك في كل مكان ببركة بنعمة في اسم الرب يسوع. نعم يا رب، كل مكان، كل كنيسة، كل يا رب شعب، كل مجموعة بتسبحك وتعلي اسمك يا رب، تكون مدينة الله، تكون مدينة الملجأ. نعم يا رب يهرب إليه يا رب اللي محكوم عليه بالموت ليجد حياة ويجد نور في اسم الرب يسوع. بركة ونعمة يا رب. آمين. أمين 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 أمين. مش عارف كم واحد خد باله إن المبدأ اللي الدكتور رجاء اتكلم عليه في البداية، إن إحنا أحيان كتير بنعظم الـ 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 بنعظم الحرب أو بنعظم الـ 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 الحاجة المضادة، فبيقل إيماننا، مع إن لو عملنا العكس، لو عظمنا إيماننا وعظمنا الله وعظمنا ثقتنا في الله، هنشوف اللي قدامنا قليل جدا. الفكره فكره منظور روحي مختلف، انا ببص على اللي جاي عليا قد ايه كبير، ولا ببص قد ايه الهي كبير وعظيم، فالحاجه اللي قدامي بتصغر
في عينيا. ربنا يقيم في كل كنيسة وفي كل بلد وفي كل مجتمع. امبارح واحنا بنصلي كنت بقول يا رب معقولة أمريكا كلها ما فيهاش 7000 ركبة؟ أكيد أمريكا فيها 7000 ركبة لم تنحني للبع لبعض. أكيد أمريكا أنت مش هتسمح إنك تسلمها إلى ذهن مرفوض. أكيد أمريكا هيبقى فيها زي كالب واقف، وكلنا شفنا من كام أسبوع لما كل شعب أمريكا، مش كل شعب يعني، المؤمنين وأجزاء كبيرة من جسد المسيح وقفوا في واشنطن وابتدوا يصلوا. خلونا نروح لترنيمة مع أخونا بشوي، وهنرجع نبدأ حوارنا مع دكتور أيمن. وأنا عندي ليه حاجتين كبار قوي، فيعني أنا منتظر إن احنا بسرعة نبتدي مع الدكتور أيمن. خلونا نسبح ربنا بترنيمة تانية مع أخونا بشوي، ونرجع نتقابل مع الدكتور أيمن. أمين أمين. يسوع قام حول الظلام إلى صبح، والموت لحياة، لنا الحياة به والقيامة. لا يقدر إبليس أن يضعفنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. بين الشعوب لسنا نحسب، من اجتمع علينا يسقط نار السهام وهي ترجع، والشر منا لا يقترب، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا، إبليس تحت أعلن أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. كل هادمون ومخربون يخرجون الآن من أرضنا، لا عبودية لا شور راضية، فالرب يكمل أيامنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. هيا نعلي نهتف نغني لملك يسوع في وسطنا، رب الأرباب رفع في المجد، سلطانه على الكل أعتلى، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. أمين 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 أمين. دكتور أيمن احنا مبسوطين انك معانا. عايز اقول لك في البداية انه انا واحد من الناس، انا بتكلم عن نفسي، وانا عارف ان في ناس كثيرة هتكون متوافقة معايا. احنا كبرنا في الكنيسة اللي احنا كبرنا فيها، فكرة الحرب الروحية وان السماء او انه في حرب وفي ارواح شريرة والكلام ده كله، عمرنا ما كنا بنتكلم عنه ولا بنسمع عنه ولا بنفكر فيه. يعني انا عايز اقول لك انه يعني انا نفسي حياتي اتغيرت من حوالي 20 سنه، بعد ما كنت بقالي قسيس 10 سنين او 12 سنه، لما ابتديت يعني اعرف الروح القدس، ومش بس اوعظ عنه، انا كنت بوعظ عنه وبدي محاضرات عنه، لكن لما تختبر ده موضوع تاني، وابتدت عينيك تتفتح على الايات اللي بتقول ان احنا محاربتنا مش مع دم ولحم بل مع اجناد شر. ففي اجناد شر روحية في السماويات شغالة شغالة وشغالة بقوة. طبعا مع الزمن، ولما الواحد جه أمريكا وابتدى يشوف اللي بيحصل بالذات في الهالوين، وبيبقى عندك صراع صراع ما بين أنت يعني ولادك اتولدوا هنا، العيال في المدرسة كلهم بيلبسوا ملابس كاستمز بيلبسوا في الهالوين، العيال كلها بتروح، فساعات كتيرة باحساسك انك مش عايز تخلي الولاد يحسوا ان هم اقل من الولاد التانية، فبتسيبهم يعملوا كده.
ابتدت الكنائس تسميه عيد الحصاد او وقت حصاد، لكن ستيل الفكره موجوده. انا عارف ان ربنا في الاسبوعين الثلاثه اللي فاتت واحنا نفسنا يعني وي شيرد الفيديوهات الحكايه عملتها، لكن انا نفسي في الوقت اللي جاي قول لنا ربنا بيقول لك ايه، وايه اللي انت شايفه في الهالوين، واحنا ازاي نقفل باب ابليس على حياتنا وعلى بيوتنا وعلى اولادنا في الوقت ده. حاجة أنا مبسوط إن أنا معاكم بمنتهى الأمانة، حاجة يعني مفرحة قلبي إن أنا معاكم، وزي ما حضرتك قلت في بداية الاجتماع إن رب رتب إن إحنا نكون مع بعض النهاردة علشان الأحداث المهمة اللي بتحصل في التوقيت ده بالنسبة لأمريكا، سواء الهالوين أو الانتخابات. فيعني ترتيب الرب إن إحنا نكون مع بعض النهاردة دي حاجة فعلا مفرحاني. حضرتك قلت يا قسيس حاجة مهمة قوي عن العينين المفتوحة. عارف حضرتك تلميذي عمواس كانوا ماشيين مع الرب يسوع بعد القيامة، الكتاب إن هما كانوا بيحكوا مع الرب يسوع عن الرب يسوع، رغم ماشيين مع الرب يسوع وبيحكوا مع الرب يسوع عن الرب يسوع إلا إن هما ما كانوش شايفين، عينيهم مقفولة. وقد يبدو ده موقف غريب، إزاي اسمهم تلميذي عمواس، يعني ناس اتلمذت لفترة من الوقت وماشيين معاه وبيتكلموا عنه لكن مش شايفينه. الحقيقة ده بيحصل كتير معانا، نكون ماشيين مع رب يسوع وبنتكلم عنه وبنشارك عنه لكن احنا عينينا مش شايفاه، وده بقى مشكلة. وعدو الخير يهمه ان تفضل عينينا مقفولة اطول فترة، عشان طول ما العينين مقفولة طول ما هو عارف ياخد اراضي اكتر، لكن وانس العينين بتتفتح زي ما بيقول الكتاب المقدس لما الرب كان بيكسر خبز معاهم بيقول الكتاب انفتحت عينهما وعرفاه. في لحظة معينة كده ربنا يفتح عينينا ويحصل على ما يحدث في العالم الروحي، ودي نقطة مهمة لحد الأساس زي ما حضرتك قلت. عدو الخير عارف كويس قوي المبدأ الإلهي إن السماوات سماوات الله والأرض أعطاها لبني آدم، فالسلطان اللي موجود على الأرض سلطان ممنوح للبشر، حتى الرب نفسه ما يقدرش يكسر السلطان اللي هو حاطه احتراما للإعلان اللي هو قاله إن الأرض أعطاها لبني آدم. عشان كده يظل سعي عدو الخير باستمرار إنه يخدع الإنسان عشان يلاقي من خلال الإنسان مدخل على البشر وعلى الأرض. وده السعي الدائم إنه يلاقي بوابة. عشان كده موضوع البوابات موضوع مهم أوي أوي أوي. إزاي عدو الخير يلاقي أكسس، يلاقي بوابة يدخل منها لعالم البشر وعالم الأرض. الهالوين واحد من البوابات الضخمة اللي عدو الخير دخل منها. باختصار يمكن كتير منكم سمعوني في الفيديوز ان الهالوين ده الشعب اللي اخترعوا او اللي ابتكروا ده الكلام ده من قبل الميلاد الاحداث دي. الشعب ده اسمهم شعب الكلتك او السلتك، دول شعوب عاشت في ايرلندا والجزر البريطانيه، والشعوب دي حسب ما التاريخ بتاعهم بيذكر انهم كانوا من اكثر الشعوب اتصالا بعالم الظلمه، بقوة الشر في الظلمة، وكان معروف عنهم ممارسة السحر اللي كمان فيه زي ما بيقولوا شيب شيفترز اللي هم يغيروا شكلهم ياخدوا أشكال تانية من كتر اتصالهم القوي بعالم السحر وقوة الظلمة. المهم إن هم قسموا السنة لنصين، النصف المضيء أو الصيف وده 6 شهور كاملة، والنصف المظلم أو الشتاء وده 6 شهور التانية، والحد الفاصل ما بين الاثنين دول هو 31 أكتوبر. وكانوا بيقولوا إن شهر أكتوبر ده هو الشهر اللي بيتم فيه أعلى نشاط شيطاني، ذبايح كانت بتتقدم كل يوم لغاية أما يوصلوا لليوم الكبير في المواسم بتاعتهم اللي هو كان 31 أكتوبر. وبيقولوا إن في اليوم ده في بوابة بتتفتح ما بين عالم الآلهة وعالم أرواح الظلمة والبشر والأرض، وفي البوابة دي الآلهة بتكون جاية وريدي إنها تدخل تتلبس الناس أو إنها تجلب معاها سواء كان خير أو شر، إنما هي بوابة مفتوحة لعالم الآلهة إن يدخل لحياة البشر. وكان الكهنة بياخدوا من النار بتاعت الذبايح اللي كان أغلبها ذبايح بشرية وبعضها ذبايح حيوانية، بياخدوا من النار دي ويروحوا يوزعوها على البيوت علشان خاطر البيوت تاخد النار دي اتقاء إن الآلهة تيجي تسكنهم أو إن الآلهة الخيرة تيجي تعمل معاهم حاجة كويسة.
والبيوت اللي كانت بتقبل النار من الكهنه كانت بتدي للكهنه هدايا، والبيوت اللي كانت ما بتقبلش كانوا كهنوها ويرموا عليها حاجات. وهو ده الاصل بتاع تريك وتريت، اللي هي خدعه او حلوه زي ما بيقولوا في الايام دي، وده الاصل بتاعها. وفضل الكلام ده وفضل اليوم ده في التقويم الشيطاني والعبادات الشيطانيه، هو اهم يوم في العبادات الشيطانيه، لانه كان يوم زي بوابه بيدخل منه عدو الخير. لما جم الفيرست سيتلرز يعني او المقيمين الاوائل جم امريكا، امريكا ادت العيد ده بعد سنين طويله قوي المساحه، بقى العيد ده عيد عالمي، وبقى في يوم العالم بالذات العالم الغربي وحتى دلوقتي كل العالم بيحتفل باليوم ده، وبتقام فيه حاجات كلها استدعاء مباشر لملكوت الظلمه انه يدخل ويكون سكه في حياه البشر. الاله ده اشهر اله ده كان اسمه اله سامهين. السامهين ده كان ليه نفس الصفات اله البعل اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه ايام اخاب وايزابل. هو اله البرد والمطر والظلام، والبعل كان نفس الحكايه، اله المطر والعواصف والظلام. ايماني اني ربنا يهمه انه يلاقي في الجيل ده الناس دي زي ايليا كده. ايليا كان انبياء البعل واقفين بيقدموا ذبايح في يوم في جبل الكرمل، وزي ما بيحصل في الايام دي بالظبط النهارده 31 في ذبايح عديده في عبادات بتقدم لعدو الخير استدعاء لان عدو الخير يتدخل في الذبايح اللي الناس دي بتقدمها. لكن كان في ايليا وحده في الناحيه الثانيه بيطلب الرب. السؤال ايه اللي شعب الرب يعمله في الوقت ده في اليوم ده؟ شعب الرب بيدور ليه على ناس زي ايليا، وزي ما الدكتور رجائي كان بيقول ناس يرمموا المسبح ويعلنوا تشريعات وينادوا على الاله الذي يجيب بنار في وسط كل الهيصه اللي عاملينها انبياء البعل، في وسط كل الهيجان اللي عامله الناس ايام الهالوين وعيد الهالوين، في وسط كل الذبايح اللي بتتقدم، في وسط كل العبادات اللي بتتقدم، في وسط كل الخداع والضلال اللي بيعملوا عدو الخير، حد الدرجه اللي معها ان حتى كنايس ممكن تساهم في الاحتفال دوت تحت بند ان احنا عايزين يكون يعني مش مختلفين ومش مبوزين زي ما حضرتك قلت يا حضرتك الاسيس. مشاركه عدو الخير يهمه انه يعمي عينينا عما يحدث في اليوم دوت، ويعمي عينينا عن البوابه اللي عدو الخير عايز يعملها. حين ان رب يريد في اليوم دوت استعلان خاص للاله الذي يجيب بنار. عندي ايمان يا حضرتك الاسيس اني النهارده في 2020 في السنه اللي عدو الخير ظن او يظن ان هو هيجيب عليها وطيها زي ما بيقول، في السنه دي في الوقت دوت، بالمناسبه ايزابل كانت موجوده قبل ما ايليا يجي، لكن في وقت الرب اقام في ايليا عشان يعلن قضاء الرب على ايزابل وعلى كل تدبير بتعمله ايزابل، ويعلن الاله الذي يجيب بنار لا يزال حي، لا يزال في المشهد. ايماني إني ده الوقت اللي ربنا عايز فيه ينادي على الإله الذي يجيب بنار. الرب بيعرف نفسه في أشعياء 27 بيقول عن نفسه أنا الله الذي لا يخزى منتظروه. هو اللي قال عن نفسه الاسم دوت، محدش إدى الرب الاسم دوت، هو اللي قاله عن نفسه. وعشان كده الرب يهمه إن النهاردة في الوقت دوت، في الوقت اللي فيه ذبايح كتير بتحصل، في الوقت اللي فيه كمان مش بس ظاهرة الهالوين النهاردة، لكن في ما يسمى ظاهرة البلو مون أو القمر الأزرق اللي دي برضو مرتبطة بحاجات كتير ليها دعوة بعالم السحر والعرافة، إن في تدعيم شيطاني أكتر لليوم دوت. مهما كان التجميعات الشيطانية اللي بتحصل، بيقول الكتاب تعجوا وتجيشوا مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. بيقول الكتاب احتزموا وانكسروا، يعني مهما كانت القوات الظلمة بتحتزم وبتتلم نفسها عشان تصنع كمين ضد شعب الله. افتكر قصة يربعام الكتاب المقدس، اني ايام ما كان يربعام ملك اسرائيل اللي انشق عن شعب الله، وكان بيحارب ابيا، كان بيحارب ابيا الملك، ويربعام دار قدامه ودار وراه عشان يعمل كمين ويحبسوا شعب الرب ما بين ايديهم. أبيه بيقول الكتاب المقدس إنه صرخ أمام الله، ونفخوا الأبواق اللي كانوا معاه نفخوا أمام القدير، والرب اتدخل في المشهد، وكانت هزيمة ساحقة ليربعام لأن الرب اتدخل في المشهد. عدو الخير بيظن إنه في اليوم دول هي خلاص دانت لي، وهو ما فيش حتى يقدر يوقف تحركاته، لكن في اليوم دول في اليوم إن عدو الخير بيظن إنه ما تخليه يعمل الرب زي ما حصل أيام همان، يقلب الترابيزة على همان
وكل تدبير عمله هامان. يفاجئ هامان ان الملك بيقول له كل اللي انت رتبته، كل اللي انت قلته عشان خاطر يكرم الملك، روح نادي بيه قدام هامان. الصورة في لحظة بتتقلب لأن الرب دخل في المشهد. إيماني إن اللي بيحصل النهاردة في أمريكا وبيحصل في أماكن كتير في العالم من احتفال بالهالوين، أنا صلاتي إني مش بس الهالوين يبطل تأثيره، لكن صلاتي إن النهاردة الرب يقلب الترابيزة على عدو الخير. مش بس صلاتي حماية لأولاد ربنا من تأثيرات الهالوين، دي صلاة أسميها صلاة ناقصة كتير، لأني أنا هنا كأني عايز أكفي خيري شري، أقول كل تأثيرات الهالوين ما تجيش عليا وعلى بيتي وعلى عيلتي. معقول، لكن في مستوى تاني أعلى من الصلاة ربنا عايزنا نصلي، إن كل تدبير الهمان، كل تدعيم من قوى الظلمة للبشر اللي بينادوا على عدو الخير، كل تدعيم عايز يحصل الأيام دي عشان خاطر يقلب الدنيا بما يخدم مقاصد عدو الخير. مش بس حماية على أولاد ربنا، لكن كمان كل مشورة لأخيتوفل زي ما كلمة ربنا بتقول تبطل باسم الرب يسوع. عايز أقول لك هتأسيس أن في نفس ذات اليوم 31 أكتوبر دول، هو اليوم ودي يمكن مفاجأة للبعض، هو اليوم اللي فيه المسيحية دخلت إلى الجزر البريطانية وإلى إيرلندا، وكأن الرب عايز يقول في ذات اليوم العدو الخير كان عايز يعمل فيه بوابة لملكوت الظلمة في من خلال ايرلندا وجزر بريطانيا، هو ذات اليوم اللي فيه الرب بيستعلن في جزر بريطانيا وايرلندا. في التاريخ في تاريخ انجلترا وبريطانيا والمملكه المتحده عموما بتقول ان 31 اكتوبر هو اليوم اللي فيه البشاره المسيحيه واعلان الملكوت دخل جزر بريطانيا. انا لما بعرف الكلام ده بعرف اني الرب في العلا اقدر، وان كل تدبير عمله عدو الخير في ذات اليوم اللي عفظلنا عدو الخير نعمله بوابة، هو ذات اليوم اللي في نفس الأرض اللي طلعت الموضوع ده يجي رب يفتقد الأرض دي ويعلن اسمه فيها. 31 أكتوبر كمان هو اليوم اللي فيه مارتن لوثر، ما يسمى ريفورميشن داي. مارتن لوثر علق الحاجة اللي هي تسمى 95 ثيسس أو الدوكيومنت اللي علقها على فيتنبرغ كاثيدرال أو الكاتدرائية اللي كان هو فيها راهب، علق 95 ثيسس أو 95 إيمان اللي بيؤمن بيه. اليوم ده كان يوم 31 أكتوبر، ففي ألمانيا وفي البلاد اللي هي بتحتفل باليوم الإصلاح أو ما يسمى ريفورميشن داي بيحتفلوا بيه في نفس ذات اليوم. وكأني كمان مارتن لوثر كاتب في يومياته إن في ذات اليوم اللي فيه الهالوين بيحتفل بيه، هو ذات اليوم اللي فيه بيكون مدخل وبوابة للنعمة الغنية، للنعمة المخلصة، للنعمة المحررة من 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 التقليدية والصكوك اللي كانت عايشة فيها أوروبا لسنين عديدة. الرب يغير الأوقات والأزمنة. عدو الخير يظن إن هو يمتلك الزمن، لكن لما الرب يلاقي لي ناس تقف الثغر أمامه، الرب يحول التاريخ ويصنع تاريخ جديد. إيماني حق الأسيس وكل شعب الكنيسة ولكل بيسمع الكلام إن يوم 31 أكتوبر 2020 أيا كان مكانك فين، الإله الذي يجيب بنار ينتظر إنك تنادي عليه. مش بس إليه، ده إليه كان بيسخر من البعض، بيسخر من سامهين اللي هو إله الموت في اليوم ده، بيسخر منه وبيعلن إلهي في العلا أقدر. اليوم ده يوم استعلان لإيه؟ إليون، الله العالم. اليوم ده واحد من أسماء قدير اللي الرب بيعلن عنها. بالمناسبة الاسم ده أدركه واحد من الملوك زي نبوخذ نصر لما قال إن العلي متسلط في مملكة الناس. الرب ينتظر إن شعبه في اليوم ده، في يوم الهالوين، في يوم البلومون، في اليوم اللي عدو الخير بيظن ان النهاردة انا بجمع تجمعتي عشان اثر في الانتخابات واثر في الاجواء واثر في امريكا وبره امريكا، كندا، استراليا، دول اوروبا الغربية، بلاد اسيا اللي بتحتفل بيه، حتى بلادنا في مصر دلوقتي بيحتفلوا بيه، اماكن كتير في العالم، ساوث افريكا كده، حتى كتير في العالم، لاتين امريكا. النهاردة رب في كل اجزاء العالم، في امريكا تحديدا بالذات، وفي كل أجزاء العالم تتقلب الترابيزة على عدو الخير. إيه اللي رب عايزنا نعمله؟ واحد، لا تشتركوا في أعمال الظلمة. يهم ربنا أنه يكون واضح جدا لكل أولاد ربنا يعني إيه لا تشتركوا في أعمال الظلمة، بل بالحري وبخوها. ولا تشتركوا مش معناها أن أنا أخلي الاحتفال بشكل آخر تحت بند أني أيوة أوكي إحنا مش هنحتفل بنفس طريقة الهالوين، لكن البعض يسميه ده هاليلويا داي
عشان خاطر، او زي ما حضرتك قلت يوم الحصاد او عيد القديسين او اي مسمى اخر. لكن عدو الخير مش بيضحك عليه، عدو الخير بيستغل جهلنا وبيحاول يخلينا عشان خاطر نقبل نكون زي العالم. واحد، لا تشتركوا في اعمال الصلح. اتنين، صلاة الحماية على عائلتك وعلى بيتك وعلى دنيتك. ثلاثة، مش بس صلوات الحماية لكن صلوات الإله الذي يجيب بنار يستعلن في المشهد، وإن ربي يغير المشهد، وإن ربي يرد مشورة هامان، وإن ربي يبطل مشورة أخيتوفة، وإن ربي يصنع من اليوم دول بدل ما تكون بوابة لعدو الخير لكن تكون بوابة للقدير، زي ما حصل إن في 31 أكتوبر هو البوابة بتاعت اليوم اللي عرفت منه بريطانيا العظمى وأيرلندا اللي خرج منها يوم الهالوين، هو ذات اليوم اللي في هذه البلاد كان عندها فرصة أن تعرف البشارة المسيحية وإعلان الملكوت، زي ما حصل في الريفورميشن داي يوم 31 أكتوبر. حضراتكم تقدروا تراجعوا كل التواريخ دي عشان تأكدوا من نفسكم أن ذات اليوم اللي عدو الخير ظن أن أجعله بوابة هو يكون بوابة للقدير. تواريخ تانية كتير أو أحداث تانية كتير حصلت 31 أكتوبر حوالين العالم، ما فيش الإمكانية ولا الوقت نحكي لكم عنها عشان تقول أن الرب يسهر على الأزمنة لتحويل كل مقاصد عدو الخير لما يلاقي أولاده واقفين في الثغر. أشجعكم أن كل اللي سامع الكلام ده وكل اللي سامع الرسالة دي، وقف الثغر أنت وعيلتك، وقف الثغر أنت وعيلتك. صلواتك زي ما الدكتور رجائي كان بيقول في الأول، صلواتك مغيرة، صلواتك تصنع فرق. الرب يستني صلواتك أنها بيها هتنزل نار تحرق كل أعمال ملكوت الظلم. أصلي وأتنبأ أني نار القدير تنزل تحرق النهاردة في أمريكا وفي كل مكان بيتم الاحتفال بيه بكده، كل احتفالات لعدو الخير، كل أمور عدو الخير بيرتبها في اللحظة الرب يحرقها بنار في اسم يسوع، في اسم يسوع. معلش قبل ما نسيب الفقرة دي عشان يعني بعد التنمية هنرجع لفقرة جديدة. دكتور أيمن، أنا نفسي أنك تقودنا في صلاة أنه الصراع اللي في اباء وامهات، يعني انا بتكلم على العايشين في امريكا اللي ما نفسهمش ان الولاد يحسوا ان هم ديفرنت او مختلفين، او الولاد كلها بتعمل كده، ويعني واحنا اصل اولادنا دلوقتي طالعين في الكالتشر دي فاحنا لازم ما نحسش، يعني مع ان انا بوعظ كتير قوي ان انك تقول لاولادك ان احنا مميزين، احنا مختلفين، لان اولاد ربنا مختلفين، احنا عندنا مبادئ ملكوت، ومبادئ الملكوت ملهاش علاقه احنا في مصر ولا في امريكا ولا في الصين، مبادئ الملكوت هي مبادئ الملكوت. لكن انا بعتقد يعني لو تتكرم وتقودنا في صلاه ان يتفتح عينينا ان احنا نقدر، يعني زي ما انت كنت تقول ان لا تشتركوا، ان احنا مش عارف احطها لك ازاي. للاسف الكنيسه في السنين اللي فاتت، الكنيسه عامه بقى في امريكا وفي مصر في كل حته، بقينا بنحاول نرضي المجتمع على حساب كلمه ربنا، فبنتوافق مع المجتمع فبنعمل اللي المجتمع يحبه لعل المجتمع يرضى علينا. وده بقى منطبق يعني مش بس في الهالوين، ده في حاجات كتيره قوي، من اول الاله الذي نعبده جميعا لكل حاجه، يعني بلا حصر ولا عدد الكنيسة نسيت إنها دورها إنها تقود المجتمع وإنها تكون نور في العالم المظلم، إلى إن الكنيسة بقت بتحاول إنها ترضي المجتمع بكل طرقه بكل صوره. لكن احنا مش هنتكلم على الكنيسة والمجتمع النهارده، دي نخليها المرة تانية. أنا بس نفسي حضرتك تقودنا في صلاة قبل ما نروح لبشوي وناخد ترنيمة، تقودنا في صلاة من أجل الأسر ومن أجل كل أب وأم، إن ربنا يديهم حماية. ياما حاجات اتعملت يعني بحسن نية بـ it's fun، ليه لأ؟ ما الكل بيعمل كده، وما فيش يعني ابتداء من قراية الكف وقراية الفنجال حاجات كتيرة زي ما حكيت بتكلم على الأبواب، بتفتح الباب لإبليس دون أن نشعر إنه يدخل ويمتلك أراضي ويغير مفاهيم. يعني نفسي حضرتك تاخدنا في صلاة أنه ربنا في الوقت ده يزور كل أب وأم، يزور كل خادم وقائد ومعلم في الكنيسة، أنه إن إحنا لا نشترك في أعمال الظلمة بل نوبخها، وده دور النور في الظلام، وإن إحنا نعلم ولادنا إن إحنا it's okay، إن إحنا مختلفين، إحنا دم يعني اتس اوكي، ان احنا عندنا قيم ومبادئ مختلفه. فقدنا في صلاه وبعد كده نروح لاخونا بشوي
في ترنيمة. هذا الأسيس أنا بس قبل ما نصلي بيقول الكتاب المقدس بوضوح: لا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة من نحوكم. كلمة الرب واضحة يا هذا الأسيس: لا تشكلوا هذا الدهر. يعني مرات كتير قوي بحس إن أنا عشان ما بقاش قد أو ما بقاش مختلف عن العالم، لكن الكتاب المقدس بيقول عشان أعرف أختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة من نحونا، في مبدأ أساسي: لا تشاكل هذا الدهر. إن كنت عايز أختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة في بيتي ومع ولادي، إن كنت فعلا غيور إني أولادي يختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، فواجبي كأب إني إن أنا أعلم ولادي ألا يشكلوا هذا الدهر. يعني الازدواجيه بتبقى موجوده في حياه كتير من ولاد ربنا، اني اشاكل هذا الدهر وعايز اراده ربنا في العالم، زي الشعب القديم لما كان اكل وشرب ثم قاموا للعب. يعني الازدواجيه اللي في الحياه اني اتس اوكي، وزي ما حضرتك قلت بنعبد اله واحد، كل الكلام ده غير حقيقي. مفيش حاجه اسمها اله واحد، الهي مختلف عن كل الالهه، الهي هو الاله الحقيقي، وكل الهه الامم اصنام زي ما كلمه الرب بتقول، كل الهه الامم أصنام. مفيش حاجه مشتركه تجمع الهي بالالهه الاخرى. عشان كده انا عايز اصلي مع كل السامعين ان الرب يدينا فعلا الاستناره، ومش بس الاستناره، ان ندرك ان انا مش ما ينفعش ان انا كم. ما ينفعش ان يكون أشاكل هذا الدهر وأتسرب بهذا الدهر وفي الآخر أنتظر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة منها. يا رب أنا بسألك يا رب إنك تدي لشعبك يا رب بوق استنارة، يا رب بوق صحيان، بوق تنبيه. يا رب يا رب شريعة الأبواق كانت في العهد القديم كانت يا رب للارتحال أو للحرب أو للتنبيه. يا رب أنا أصلي يا رب إني بوق يا رب شوفار، يا رب شوفار يبوق الآن يا رب في أذان جسد المسيح يا سيد. يا رب بوق تنبيه، يا رب بوق تنبيه، يا رب يعلن البوق ده: وإن كفاكم قعودا في هذا الجبل. بوق يا رب يقول لكل رب شعبك: لا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة من نحوكم. يا رب اسالك ان كل الاباء والامهات، يا رب اسالك ان الشباب اللي ممكن يكون بيسمع الرساله دي، يا رب اسالك ان غيره رب الجنود يا رب تصنع هذا جواهم. يا رب اسالك يا رب ان نار حضورك يا رب تحرق كل مساومه، نار حضورك يا رب تحرق كل اتس اوكي ان نعمل كده ونعمل كده. يا رب اسالك ان العالم مش هيتغير بانصاف يا رب بشبه يا رب الملكوت، لكن يا رب انت هتغير العالم بالحقيقيين اللي بيطلبوك. يا رب اسالك انك تضع مخافه الله في قلوب كل الموجودين قدامك. يا رب اسالك انك تحمينا من اي ازدواجيه. يا رب اسالك انك تحمينا من اي مرعاه لاي طرق تانيه مع طرقك. يا رب اسالك انك تحمينا ما يكونش في مصالحه للعالم مع يا رب مع ولادك، لكن يا رب اسالك انك تجعل اولادك مختلفين زي ما الاسيس كان بيقول متميزين. يا رب اسالك ان كل واحد لما يا رب يكون مختلف ما يظنش انه بيعمل حاجه كبيره قوي انه تنازل، لان لسه يا رب كتير انت عايز تعمله باولادك وهم يا رب مختلفين، وهم مختلفين يا رب، هم انوار في العالم. لا تسمح ان يا رب مكيال يتحط فوق المناره، يا رب لا تسمح ان النور ينطفي بتاع اي حد من اولادك يا رب، الاسر والشباب. يا رب اسالك ان ما يكون في كونفليكت يا رب او صراعات في العيله، لكن اسالك يا رب ان حضورك يسهل المأمورية يا رب على الاباء والامهات، وان هم يا رب ما يكونوش واخدين جانب يا رب المتراخي، لكن يا رب جانب اللي بيعلن. يا رب طبعا مش هيقدروا يلووا دراع اولادهم، لكن يا رب يعلنوا الحق في وسط بيوتهم في وسط اولادهم. يا رب اسالك ان حضورك هو اللي ياخد القصه كلها. يا رب اسالك ان اليوم ده يكون يوم مغير. يا رب ادعوك انك تجيب بنار، يا رب ادعوك انك تقلب الترابيزه على عدو الخير. يا رب اسالك ان كل مشوره شيطانيه تتقلب. يا رب يمكن يا رب ما قلتش الحته دي واحنا بنشارك، لكن يا رب عرفت النهارده اني في مكان اسمه سيلم في ماساتشوستس، يا رب في تدبيرات كتيره بتحصل على الهوا من سحره بيعملوا يا رب اطلاق لامور كتير في اليوم ده
من سيلم ماساتشوستس يا رب على كل امريكا وعلى جسد المسيح وعلى حتت كتير في العالم، لاجل اعاقات يا رب تحصل، ولاجل يا رب تدبير ان يحصل امور يا رب تلخبط الاذهان وتعمل افكار وتلخبط الطرق وتلخبط يا رب وتطلق يا رب تدعيمات من ملكوت الظلم وتلخبط الانتخابات. النهارده في اليوم ده بيحصل الكلام ده في سيلم ماساتشوستس. يا رب اسالك انك انت يا رب تقوم ليك ولادك اللي واخدين مكانهم يا رب، اللي في البريدج اللي حاصل ما بين سيلم ماساتشوستس وسيلم اوريجون يا رب، الاثنين دول يا رب في بريدج ديمونيك يا رب، ديمونيك كونكشن حصل ما بين المكانين دول اون ذات داي يا رب، في الهالوين داي يا رب. اسالك انك تقوم ليك اولادك يا رب في اليوم دول، عشان خاطر يا رب يقفوا في الثغر قدامك يا رب. انت بتدور على ناس تقف في الثغر لابطال كل مشوره شيطانيه طالعه يا رب النهارده في الوقت دول يا رب. يا رب قوم من كل غفله يا رب، بوق صحيان يا رب، بوق تنبيه يا رب، بوق افاقه لشعبك يا رب. اسالك اني لا يا رب ما يجيش العدو يزرع زوان وفيما الناس نيام، لكن يا رب يقظة يقظة يا رب، وما يجيش عدو الخير يزرع زوان وولادك وشعبك نيام. أسألك كده يا رب في اسم يسوع سيد، في اسم يسوع. آمين 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 آمين. يعني بركة ونعمة على كل كلمة قلتها وعلى الصلوات اللي اترفعت، وربنا فعلا قادر أنه يحمي ويوقظ ويدي بصيرة جديدة. خلونا ناخد تنيمة مع أخونا بشوي ونرجع تاني نكمل حديثنا. أمين أمين. تصعد أمامنا ترهب أعداءنا، تجعل أرض الخزي تسبيحا، تعيير الأعداء لا نقبل، تقول المعونة تسرع، تأييدك بالروح يعطي انتصارا. تصعد أمامنا ترهب أعداءنا، تجعل أرض الخزي تسبيحا، تعيير الأعداء لا نقبل، تقوم للمعونة تسرع، تأييدك بالروح يعطي انتصارا. لا يفقد أحد، لا يفقد أحد، لكونك عظيم القوات، لكونك شديد القدرات، تملك للأبد بالعدل والرحمة، ملكك مدى الدهور يا الله. تفرح بشعبك وشعبك يفرح بك، فنظفر نرقص فرحا هاتفين. لا يفقد أحد، لا يفقد أحد، لا يفقد أحد، لكونك عظيم القوات، لكونك شديد القدرات. أمين أمين. ثقتنا أن الله قادر، قادر على كل شيء. دكتور أيمن، وأنا كمان عايز رجائي كمان يخش معنا في الحوار إن أمكن. الثلاث أيام اللي جايين دول ثلاث أيام فاصلين في حياة أمريكا، وللأسف قيادة أمريكا بتؤثر في، يعني مش عايز أقول للأسف لكن ده الحاصل، إنه يعني لما أمريكا كانت بتبعت مرسلين البلاد كلها بقت تبعت إرساليات، لما الإرسالية ضعفت في أمريكا الإرسالية ضعفت في العالم كله.
لما امريكا هايلايت الهالوين، الهالوين انتشر في العالم يعني. لما امريكا بدات وتسمح الكنائس في امريكا والحكومه بالشذوذ، الشذوذ بقى مقنن في بلاد كتير قوي يعني. دايما امريكا عندها الليد اللي بتؤثر في العالم كله. احنا داخلين على انتخابات، وعشان كده انا قلت كمان انا عايز احب اسمع راي الدكتور رجائي. احيانا انت ممكن تكون الشخص مش بتحبه يعني، بيتكلم كتير، بيغلط كتير لما بيتكلم، او نايم وهو بيتكلم. انا مش عايز اقول اسماء على الهوا للشخصيتين اللي ضد بعض، احنا عندنا شخصيتين ضد بعض، تتفاوت المشاعر على الشخص. لكن اللي احنا بنحاول نقوله ان الموضوع مش انتخاب شخص، انت بتنتخب سياسة واربع سنين في الاتجاه ده يعني. يعني لو عندك واحد ضد الابورشن وحد بيقول لك لا احنا مع الابورشن حتى لو الطفل اتولد، يعني زمان كانوا بيقولوا الطفل ممكن يكون في بطن امه وهي حرة، لكن دلوقتي وصلت انه لو اتولد ولسه بقاله يوم من حق الام تقول مش عايزاه، يموتوا الطفل. يعني ده مجرد مثل. عندك حد بيقول لك لا للشذوذ، وحد تاني بيقول اتس اوكي ولازم نتعايش مع كده. وبالتالي عندنا كنائس كتيره، وده موضوع تاني بقى برضو الحلقه تانيه، محتاجه صلاه جامده في الموضوع ده، انك تقدر ترسم قسيس او قسيسه شاذه واستاذ مدارس احد واستاذ جامعه وات ايفر. ايه اللي ممكن نعمله؟ يعني انا كان نفسي ان رجائي كمان يقول لي انطباعه، يمكن انك عايش في امريكا وزي او زي ناس كتير قوي عندنا الاختلاف بتاع الجينيريشنز دول. لو تشاركنا الدقائق اللي جايه دي وترفع صلاه للانتخابات، وبعد كده يعني هنسيب الفرصه للدكتور ايمن يقول لنا اللي ربنا حطه على قلبه للأيام اللي جاية في تاريخ أمريكا، وهل إحنا من حقنا إن إحنا نشرع، يعني زي ما إحنا بقالنا مدة بنتكلم إنه ربنا حطنا في مكان الحل والربط، وإن إحنا نتفق إنه مجد الله هو اللي يظهر، وإن الله يقيم الشخص اللي بيحقق إرادته ومشيئته. فخلينا نسمعك دكتور رجائي، وبعد كده نروح للدكتور أيمن. اللي أنا نفسي أشاركه بيه إنه ثقتنا وتصويتنا مش هنعتمد على شخص إن هو يعمل حاجات عجيبة أو حاجات حلوة. ثقتنا في الرب وثقتنا في عمل الرب. ولما بفتكر إستر إزاي ربنا جابها للوقت ده، بفتكر كل واحد فينا إنه أنت أتيت لوقت مثل هذا، حتى محتاج انك تقف ومحتاج انك تطلب الرب انه يتدخل في الشخص اللي جاي دوت، انه يكون في ايد الرب، انه الرب يصنع بيه عجائب، ان الرب يمسح بيه 70 سنة او 60 سنة المظلمة في حياة امريكا اللي اتفتحت الابواب لتقديم أطفال كذبائح للبعل بصفة روحية، أو إن الجامعات بقت temple of humanist لكل الأفكار وغسيل المخ للأولاد وتولرانس لكل حاجة والليبرالية، إنه الرب يأتي بالإكليسية التي تحكم وتشرع، مش بالسياسة، ما بتكلمش على السياسة، بتكلم على إن الكنيسة تحكم وتشرع. يعني أنا بتمنى إنه الكنيسة تقف وتصوت زي ما إستر قالت صوتها، وزي ما داود قال صوته، وزي ما كالب قال صوته للعمالقة، ويشوع قال صوته، وانتخبوا الرب القادر على كل شيء. الأيام اللي جاية هتبقى أيام بركة، هتبقى أيام نهضة، هيبقى أيام غسيل ونسيان. الوقت دوت هو وقت منسة اللي يوسف وقف كده وقال منسة، يعني اللي هينسيني كل التعب والمرارة اللي شفتها في بيت أبويا. وبصلي إن الوقت اللي جاي ده يبقى أيام يأتي فيها نسيان لكل الوباء وكل المرض وكل الخطايا
وكل الطمع وكل الزيف وكل الحاجات اللي للأسف بقت عايشينها كل يوم وقابلينها ومحتضنينها، مش بس كده محتضنينها في أحشائنا، وولادنا أفكارهم اتغيرت بيها. آمين. أمين أمين أمين. دكتور أيمن، أنا عارف إنك مشغول بالصلاة للي بيحصل في العالم، وإن إحنا كلنا داخلين على زمن جديد، وأنا متأكد إنه حتى اختيار الرئيس بكل الملابسات اللي حاصلة حواليه، لكن إرادة الله العليا وإعلان ملكوت الله في الزمن اللي جاي، حضرتك شايفه إزاي؟ شايف الأيام اللي جاية ماشية إزاي؟ بس حضرتك قلت كلام مهم قوي عن الدور القيادي لأمريكا، ويمكن سمعوا منكم الفيديو اللي كنت عملته عن دعوة الرب للأمم وأنا بتكلم عن أمريكا. أمريكا فعلا ليها دور قيادي مؤثر في العالم، وعلى مدى 150-200 سنة الأخرانيين كانت لاعب رئيسي مؤثر في كل الأحداث اللي حصلت في العالم. أنا بس عايز أرجع يعني للبدايات بتاعت أمريكا. سنة 1604 لما جم المستوطنين الجدد، جم من بريطانيا، وجم نزلوا في أول حتة فيرجينيا، في حتة اسمها كيب هنري. كيب هنري دي راجع الكلام ده، اتسمت هنري على اسم ولي عهد إنجلترا في الوقت ده، اللي هو كان أمير ويلز يعني، ولأنه كان موجود مع الرحلة دي اللي راحوا فيها يستطلعوا الأرض. المهم ان هم اخذوا في الرحله حوالي 144 يوم عبور الاطلنطي لغايه ما وصلوا لسواحل فرجينيا، وصلوا لحته اللي اسمها كيب هنري. وبعد ما نزلوا، بعد عناء السفر ده كله، قالوا انه احنا هنصوم 3 ايام علشان نكرس الارض الجديده دي لربنا. وبعدين اللي كان معاهم، اللي كان قائد الخدمة في اليوم ده، في الوقت ده، قال إن رب عنده مقاصد للأرض الجديدة دي لكل اللي ساكنين فيها. وبعدين قال حاجة تانية دي موجودة نصا، أنا ممكن أجيب لكم الكلام الموجود نصا، إن تكون هذه الأرض سبب ونشر الإنجيل في كل الأرض. ده اتكتب واتحفر مع بداية الوطء الأقدام الأولانية لأول مستوطنين جم سكبوا في الأرض في حتة اسمها كيب هنري في فرجينيا. ولما تمر السنين، سنة 1776 لما بتتحط الدستور الأمريكي، اللي شارك في حط الدستور ده، أو أهم واحد حط الدستور ده، واحد اسمه سامويل لانجدون. لانجدون بتقدروا تدوروا عليه، سامويل لانجدون ده كان رئيس جامعة هارفارد. والراجل ده كان يعرف الرب، هو كان مش بس بروفيسور استاذ، لكن كمان كان باستور. وهو بيصلي عشان خاطر يحط الدستور الامريكي، ربنا حطه قدامه الشاهد بتاع تثنية 4:5. انا عايز اقراه ليكم عشان الكلام ده هو موجود في بداية الدستور الامريكي. بيقول الكتاب تثنية 4:5، الرب بيكلم الشعب من خلال موسى: انظروا قد علمتكم فرائض واحكام كما أمرني الرب إلهي، لكي تعملوا هكذا في الأرض التي أنتم داخلون إليها لكي تمتلكوها. فاحفظوا واعملوا، لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعوب الذين يسمعون كل هذه الفرائض، فيقولون: هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم وفطن. والراجل ده ربنا قال له كان يحطها، لأنهم داخلين على أرض جديدة، زي ما الرب دخل الشعب على أرض الموعد. يريد الرب أن يكون شعاره يحمل على الأرض دي، والرب قال له إن زي ما في الشاهد ده أمام أعين جميع الشعوب. وكأن الرب عايز يقول من البداية أن الأرض دي ليها دعوة قيادية أمام أعين جميع الشعوب. عدو الخير سارق، عدو الخير لص، عدو الخير حرامي، هو بيسرق الدعوة الموجودة على أي أمة ويحاول يستغلها لمصالحه، فياخد الدعوة القيادية المؤثرة لبلد زي أمريكا عشان ينشر بيها
زي ما حضرتك قلت يا حاج القسيس، مفاسده زي الابورشن والهوموسيكشواليتي والهالوين و كل الحاجات اللي عملها من خلال الدور القيادي الامريكي. في الانتخابات اللي جايه دي عدو الخير يرى انها كانها الفرصه الاخيره ليه، ما بين مبادئ ومبادئ، ما بين اتجاهات واتجاهات، ويعمل عدو الخير ضلال شديد جدا، والميديا بتلعب دور شديد الوطأة جدا في نشر ضلال ونشر أكاذيب ونشر كما لو كان من يدافعوا عن مقاصد القدير دول متخلفين أو رجعيين أو مش فاهمين أو تزييف حقائق ملوش حصر، كذب وضلال. والأعجب إني الكذبة متصدقة، والأعجب إني حتى لما بتنشر أمور يعاقب عليها القانون من اتجاهات حصلت أو كده، هذه الأمور يتم تصغيرها خالص خالص، ويتم كما لو كان تجاهلها عشان خاطر يقاد البلد أو تقاد البلد في سكة تاني. وفي زي سعي عالي جدا من عدو الخير أن يعمل تحويل مسار. إيماني حفظ الأسيس وإيماني يقول أنه له مقاصد عليا في أمريكا ولم تنتهي بعد مقاصد رب الأمريكا، وأن الرب لا يزال مالك الأمر في أمريكا مهما عليت أصوات عدو الخير، وهو يعلم أنه لما يحط إيده على الانتخابات دين ولما يعين الشخص اللي هو تبعه هو يعمل مش بس تأثيره جوه أمريكا لكن في العالم كله. لكن إيماني أن لا يزال الرب شغل قوي في أمريكا ومن خلال أمريكا للعالم كله. عشان كده الأربع سنين اللي جايين دول مهمين قوي قوي، وإن رب يثبت اختياره. وأنا بصلي إني في آخر يومين ثلاثة زي ما حضرتك بتقول واحد الأسيس، إن رب يصنع مرة تاني زي ما كنت قلت في أول الجزء، بوق صحيان، بوق تنبيه، بوق يقظة كده وشفار. عارف حضرتك في الجيش في نوبة صحيان اللي بعضكم اللي جرب الجيش المصري، لما البروجي يقول عليه البروجي، يعني لو فاكرين الكلمة دي في المصري، ينفخ في النفير بتاعه في البوق بتاعه عشان خاطر يصحي الوحدة أو الكتيبة أو السرية أو الفصيلة عشان خاطر يقفوا في الطابور، بوق صحيان. فأعتقد أني حتى لو كان فضل 3 أيام السبت والحد والاثنين، إلا أني الرب لا يعسر عليه أمر أبداً أبداً. لما الرب كان بيعدهم أنهم يعبروا ظهر الأردن، كان العرفاء بتوع الشعب زي ما بيقول الكتاب المقدس في سفر يشوع بيقول نادوا أمام الشعب 3 أيام اللي جايين، فكان 3 أيام دول كانوا كافيين أن ينادوا الشعب ويعدوهم، لأن إحنا هنعبر الأردن إلى أرض الموعد اللي جاي. إيماني حق أسيس إن النهاردة مش اعتباطا إن فاضل 3 أيام، كنت حاسس وأنا بصلي إن إحنا في الأيام النبوية الثلاثة اللي زي يشوع ما نادى بيهم قبل عبور الأردن، إن رب يصنع طريق لي حتى في الأردن. بيقول الكتاب المقدس إن الأردن لما الشعب عبره كان ممتلئ إلى جميع شطوطه، بمعنى آخر كان الأردن في حالة الفيضان بتاعه، يعني كان أعلى وأصعب وقت ممكن الشعب يعدي فيه الأردن. وكان الشعب ممكن يقول طب في أوقات تانية ممكن نعدي فيها، أو في أماكن تانية ممكن نعدي فيها من الأردن تكون أكثر المية أكثر انخفاضا، أو المية مش منحدرة زي الشمال، لكن رب خلاهم يعدوا في أكتر وقت الأردن في فايض وفي أصعب حتة نهر الأردن فيها موجود. إيماني أنه رغم الميديا الجبارة ورغم آلة الكذب والضلال اللي عملت بخ كل يوم كل يوم كل يوم ضلال كل يوم ضلال كل يوم ضلال، رغم الأردن الممتلئ إلى جميع شطوطه، رغم الفيضان العالي، إلا أن رب يصنع لي طريق لعبور المفديين، إلا أن رب يشق الأردن وتقف مياه الأردن كند، وإن الشعب أن رب يصنع أمر جديد وسط كل تدبيرات من عدو الخير وسط كل هيجان من عدو الخير. إيماني أنه حتى لو الوقت متأخر، وحتى لو الفضل 3 أيام، وحتى لو الحشد اللي حصل حصل، لكن الرب يجي يقلب الترابيزة في آخر لحظة. ده اللي حصل مع حمان، ده اللي حصل مع حمان. إيماني إن الرب عايز كل حد من ولاده يكون ما يتبطأش وما يقولش إنها محسومة. حاجة من الحاجات اللي بالمناسبة أذكرها قدامكم، إن بعض المواقع النبوية طلعت وقالت كلام إن فلان الفلاني اللي الناس بتصلي له هيكسب،
الحقيقة رغم إن ممكن تكون حاجة مشجعة للبعض، إلا إنها أوجدت عند البعض الآخر قدر من التراخي، إني خلاص طالما ربنا قال كلمته. الحقيقة إني لما إيليا شاف السحابة اللي قدر كف جاية، ما بطلش صلاة، ما قالش خلاص هي اتحلت، لكن رغم إنه شاف السحابة قدر كف، إلا إنه كان حاطط راسه بين رجليه 7 مرات يبعت الغلام ويرجع، عشان خاطر انتظارا للمطر اللي حتى لما الرب وقع بيه. عايز انادي على كل الموجودين، كل شعب الرب اللي موجود في امريكا، وكل شعب الرب حوالين العالم اللي تهمه امريكا لسبب ان البلد دي غاليه قوي على ارض ربنا، سبب الوعود اللي رب قالها للارض دي، سبب التاثير الروحي للارض دي، لسبب الدور القيادي، لسبب ان لسه للرب عمل في الارض دي. يقف في الثغر امام القدير، ياخد دوره قدام ربنا، ياخد دوره عن بيته، عن ولاده، عن حتى لو ولاده مش شايفين نفس رؤيته، يصلي لأجلهم إن رب يصنع مفتخرا حتى في آخر لحظة، وإن رب يقلب ترابيزة حتى في آخر لحظة، وإنه لا يتوانى أن يقوم بدوره إن كان يروح يفوت أو إن كان يشجع الآخرين على إنهم يروحوا يفوت، وإن رب له في الموت مخارج، وحتى لو كان عدو الخير يظن إنها اتحسمت، لكن إلهنا هو يهوه صباؤوت اللي يرسل جنوده لحسم المعركة في آخر لحظة. ملك أرام لما بعت جيشه يجيب أليشا من على الجبل، ظن انه خلاص اليشع واقع ده حته نبي، راجل كبير، راجل عجوز، نظره ابتدى يكل، ومعهوش ما حلتوش اي حاجه غير غلام، والجيش مليان، ظن ان هو اتحسمت ليه تماما. لكن في المشهد ده يصلي اليشع على الغلام بتاعه، يا رب افتح عيني الغلام فيبصر، فلاقي الجبل كله مليان ملائكه. انا انادي على يهوه صباوت لحسم المعركه لاسم يسوع. مش فكرة مين أو مين، مش فكرة حزب أو مش حزب، فكرة مقاصد القدير زي ما حضرتك قلت يا القسيس، زي مقاصد القدير هي اللي تتم، أفكار القدير هي اللي تتم، خطط القدير هي اللي تتم، كل مقاصد عدو الخير، كل الظلمة اللي عايزها عدو الخير، كل المقاصد اللي بتحدف ناحية الأبورشن، كل المقاصد اللي بتحدف ناحية تقييد الحريات، كل المقاصد بتحدف ناحيه الهوموسيكشواليتي، كل المقاصد بتحدف ناحيه العنف، كل المقاصد بتحدف ناحيه الشمال بكل ما فيه من اطياف الشمال المختلفه كلها، كل اللفت المختلف، كل المقاصد تبطل باسم الرب يسوع، مقاصد القدير تكون. اشجع كل اللي موجودين وكل اللي سامعين اني النهارده وبكره وبعده ارفع ايديك قدام ربنا. رفع الايدي دي علامه كتابيه، علامه نبويه. رفع الايدي ده الكتاب المقدس بيتكلم، مزامير بتتكلم عنها كتير، تحمل حاجتين امام الله. واحد، رفع الايدي دي علامه تعظيم، ان يعني الملك الجبار مكانه في المشهد. ايه الشدراي هو المشهد، كل حاجه تنحني وتصغر قدام الهي، وانا برفع ايدي قدامه علامه التعظيم، علامه ان ليك الملك. لكن كمان رفع الايدي كان ليه علامه، رفع الايدي كان معناته وانا بقول لابليس كف كف، ما تقدرش تكمل اكتر من كده، ما تقدرش تكمل اكتر من كده. لما الرب يسوع كان في السفينه والبحر كان هايج والريح كانت مضاده، الرب نطق اسكت ابكم كف. رفع الايدي من ولاد ربنا لما يقفوا في الثغر امامه، فيها تعظيم للملك اللي يجي للمشهد اللي عدو الخير ما يقدرش يقول من السيد. رفع الايدي ان شعب الرب يرفع ايديه ويقول قدام عدو كف يدك كف يدك، ما تقدرش تكمل اكتر من كده، ما تقدرش تكمل اكتر من كده. لما يا رب عام ايده حب على رجل الله، يده صارت يابسه كده بتقول، لاني الرب في المشهد، الرب في المشهد. انا انادي على شعب الرب في امريكا انه يقف مكانه في الثغر، انه يقدروا يكونوا كمذبح عائلي في البيت، ان هم لا يكفوا عن طلب الرب اللي يغير الاوقات والازمنه ويرد الامور الى نصابها مره تانية، لان الرب لسه مقاصد عليا في الارض الغاليه على قلب ربنا في امريكا. امين 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 امين. ثانك يو دكتور، ربنا يباركك واشكرك لوجودك معنا فعلا في الحلقه دي، كان لقاء فاصل ومهم جدا ان احنا نحسم امور، يعني نحسم امور لصالح الملكوت، وما نكونش سلبيين لكن نكون بعينين الايمان شايفين الملكوت ونحسمه. خلونا نشوف الاعلان ده عن اجتماع خاص للصاله بكره مع سامي، ونرجع نختم لقائنا مع بعض.
الأحباء شعب الرب في كل مكان وجسد المسيح خاصة في كاليفورنيا، مفيش شك كلنا شاعرين بأهمية الانتخابات اللي جاية يوم 3 نوفمبر لاختيار رئيس لأمريكا لأربع سنوات جاية. وزي ما سمعتوني كتير بقول، مش مهم هتختار مين، المهم إنك تفهم إنك بتختار سياسة حزب لمدة 4 سنوات. لكن أنا بالمناسبة دي بدعوكم للقاء خاص يوم الأحد القادم، الحد الجاي على طول، الساعة 10:30 صباحا. هيكون لينا لقاء مميز جدا بعنوان كما في السماء كذلك على الأرض. كما في السماء كذلك على الأرض، هتكون صلوات وتسبيحات وقراءات كتابية وتضرعات أمام الرب من أجل الانتخابات الأمريكية اللي جاية. واحد يقول احنا مالنا، عايز اقول لك انه واقول لك انه بغض النظر عن اللي بيحصل في امريكا بيؤثر في العالم كله، بالذات كمان في الشرق الاوسط. فاحنا محتاجين ككنيسة كجسد المسيح في كاليفورنيا ان احنا نرفع صلوات وتضرعات ان الرب يحقق مشيئته في اللقاء في الانتخابات القادمة. من فضلك ومن فضلك لو ما عندكش كنيسة يوم الحد الساعة 10:30 الصبحية، تعالى شارك معانا. اللقاء ده ملوش علاقة يعني انت بتنتمي لانهي طائفة او لانهي كنيسة، اذا كنت فعلا من جسد المسيح وحابب ان صلاتك تكون مؤثرة في الانتخابات اللي جاية، انا بدعوك انك تكون معانا يوم الاحد القادم الساعة 10:30 صباحا، وهنخلص الساعة 12. فوجودك ووجودك مهم جدا، لان صلواتنا ليها تأثير في السماء. هنصلي إن إرادة الله كما في السماء تكون على الأرض. وربنا معاكم، وأشوفكم بكل نعمة الأحد القادم. أمين أمين أمين. في نهاية لقائنا أنا يعني فعلا حابب أشكر الدكتور أيمن جدا لوجوده معانا. أنا عارف قد إيه الضغوط اللي عليك الوقت صعب، بس كمان وجودك معانا في البرنامج، وخاصة إنك مش قادر تجي لنا أمريكا دلوقتي، فعلى الأقل لما بنشوفك مرة كل شهر شهر ونص في البرنامج ده، يعني بيبقى بيفرحنا جدا. عايز أشكر دكتور رجائي لوجودك، بشوي حمد الله على سلامتك وأنت وأنا، ويعني فرحانين باللي ربنا بيعمله في حياتكم. عايز أشكر كل إخواتنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا وقرروا النهاردة إنهم يرفعوا صلاة ويكونوا متأكدين زي إيليا إنه لما صلى صلاة الدنيا اختلفت، صلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر، صلى إليشع صلاة إنه الرب يفتح عيني الغلام ففتح عيني الغلام وشاف أن الذي معنا أكثر من الذي علينا. وده اللي أنا عايزك تتأكد منه، إن مهما كانت الأيام اللي جاية شكلها إيه، بغض النظر بتحمل إيه لينا ليه، لكن لما تبقى عينيك الروحية مفتوحة هتصدق وهتشوف بعينيك أن الذي معنا أكثر والذي معنا أقوى، وإنه جسد المسيح مش هينتصر، جسد المسيح منتصر، لأن إحنا ماشيين معاه في موكب نصرته. فالمسيح خرج غالبا ولكي يغلب، فالحرب اتحسمت، إبليس اتهزم، بيلعب في أيامه الأخيرة زي ما سمعنا من إخواتي اللي اتكلموا، بيفرفر بيفتح. لكن أنا دوري كمؤمن وكمؤمنة وكأسيس وكخادم وككنيسة وكولاد ربنا ان انا ما افتحش باب لابليس، لا بالهالوين ولا بسحر ولا بشعوذه ولا بقرايه كف ولا بقرايه فنجال ولا في حاجات كتيره بنعملها دون ان نشعر، او يعني مرادات للي احنا حوالينا، لكنها بتفتح باب لابليس. في اسم يسوع، حمايه دم يسوع عليكم، حمايه دم يسوع على اولادكم، حمايه دم يسوع على اوطاننا اللي جينا منها او اللي عايشين فيها، حماية دم يسوع على الثلاث أيام اللي جاية. العدو بيقول لو فلان نجح الدنيا هتبقى فيها مش عارف إيه، ولو فلان سقط الدنيا إحنا بنؤمن إن للأرض للرب الأرض وملؤها والساكنين كلها، الأرض دي ملكك يا ابن الله، وبنثق ثقة عمياء في قدرة الله وقوة الله وفي ملكوت الله هيعلن. وزي ما أعلننا في الإعلان، بكرة هنكون بنصلي بس إنه كما في السماء كذلك على الأرض. ربنا يبارككم. الأسبوع الجاي هيكون معانا الأسيس عزت شاكر، وهيكون معانا لأول مرة المرنم صموئيل فاروق، وإن شاء الله يكون لنا لقاء متجدد مع صلاة. وأشوفكم على كل خير بنعمة ربنا.
كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة، صلى صلاة أن لا تمطر.